طمني. ولادك أبطال من حديد، ولادك أبطال من حديد، ولو كل يوم هيموت شهيد ده احنا ما بنخلصش، وطابور الشهداء ما بينتهيش، طابور طويل في واحد شرطة والتاني جيش، رجالة ضحوا بارواحهم لاجل بلدهم تعيش، وكلمتين دايما في بالهم غيرهم مفيش. يا نروح ونرجع ملفوفين في علم مصر، يا نروح ونرفع في ارض سينا راية النصر، ونقولها باعلى صوت تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الأداء الرائع ده طبعا كان للضابط الشاب محمد خليل ابن محافظة البحيرة أكيد، وضيفي النهاردة في آخر النهار بقول لك برافو عليك وأداء رائع وشرفتنا طبعا. ربنا يخلي حضرتك. ومناسبة جميلة، كل سنة وانت طيب، عيد الشرطة. حضرتك طيب. وعايز أقول في ما شاء الله يعني رغم صغر السن في ثقة في النفس وقدام رئيس الجمهورية، فنورتني في البرنامج أولا. ربنا يخلي حضرتك. وعايز أعرف شعورك إيه النهاردة؟ الحمد لله طبعا فخور جدا إن أنا ظهرت طبعا بالمظهر ده قدام مصر كلها وقدام الناس كلها بالمظهر المشرف ده طبعا. شرف كبير طبعا ليا ان انا انتمي لجهاز زي جهاز الشرطه المصري، وبفتخر طبعا ان انا بنتمي لقطاع الامن المركزي اللي انا طبعا كان نفسي ادخل. طبعا انا داخل ضابط شرطه عشان ادخل القطاع ده وادي في القطاع دوت. والحمد لله النهارده ربنا وفقني الحمد لله قدام سياده الرئيس بالقصيده اللي حضرتك عرضتها دي. والحمد لله ربنا وفقنا. وعملت ايه يعني علشان تطلع بالمظهر ده؟ عملت بروفات كتير، عملت طبعا. يعني احكي لنا كده شويه كواليس. هو الحكايه طبعا بدات من الكليه. طبعا في الكليه طبعا في اي طالب في الكليه عنده موهبه او عنده اي حاجه في الكليه. طبعا اداره الكليه بتسعى جاهده ان هي تنمي اي موهبه عند طالب كليه الشرطه. طالب كلية الشرطة. كويس قوي. فمن هنا ابتدت كتابة الشعر، وابتدت ان انا اكتشف نفسي في القاء الشعر. بعد كده لما اتخرجت القصيدة دي اللي احنا شفناها دي، دي انا كتبتها وانا في الكلية، قعدت بالظبط شهرين ونص بكتب فيها. المفروض دي اصلا كانت في واحد دفعتي اسمه عمر جبر، والده الشهيد اللي هو محمد جبر اللي توفى طبعا في احداث كرداسه. اللي خلاني اكتب حاجه زي كده وان دفعني ان انا اكتب القصيده دي، وان تعبت فيها جدا وكنت بحس بالفخر وانا بكتب كل بيت من ابيات القصيده دي. وكان قدامي حاطط صوره قدامي عمر وصوره والده، ان ازاي هو والده متوفي في احداث كرداسه. طبعا حضرتك احداث كرداسه واللي هو محمد جبر كان مامور اسم كرداسه. وفي الاحداث وفي نفس الاحداث اللي حصلت فيها استشهاد والده الله يرحمه، كان هو بيقدم لكليه الشرطه واخد في نفس الوقت اللي كان والده توفى فيه. 14 اغسطس 2013. لو انا ايوه احنا داخلين فعلا، احنا داخلين الكليه 9/12/2013. فازاي والده يتوفى وبعديها على طول هو شايف منظر والده، وازاي هو يروح يقدم في الكليه. وربنا كرمه ودخل الكليه معانا وعاش طبعا الاربع سنين في الكليه وتخرج، وان شاء الله يكمل مسيره والده، واحنا طبعا لازم نكمل مسيره والده ونكمل طبعًا مسيره كل شهيد ونجيب حق كل شهيد. الموضوع اثر فيك طبعا. ده طبعا اللي دفعني والهمك انك انت تعمل قصيده. طبعا. انما انت مش اول قصيده، انت بتكتب بقالك فتره يعني اثناء الدراسه. اثناء الكليه انا بدات اكتبها في الكليه، قبل الكليه ما كنتش بكتب موضوع الشعر دوت. بس كنت بكتب حاجات كده يعني عن مصر وكده. فاللي خلاني اعمل حكايه بطل دي ان انا كنت حاطط فعلا صوره الشهيد دوت. وصوره كل شهيد ان هو بطل فعلا وانا بحكي قصته، وده فعلا الواقع اللي بيحصل. احنا طبعا كلنا ولسان حال كل ضابط شرطه في مصر ان هو الواحد ينول شرف شهاده زي الناس اللي توفت دي وزي الناس اللي ماتت. ربنا يرحمهم ويحسن ربنا يرحمهم يا رب جميعا. فمن هنا ابتدت ان ابتدي في حكايه بطل. الحكايه اللي انا قلتها دي. والحمد لله ربنا وفقني ان انا خلصتها، وابتديت بقى اعرض على اداره الاعلام والعلاقات في الوزاره. بعد ما اتخرجت طبعا كان في اجتماع مع السيد المساعد
جالنا بعد ما اتخرجنا، كنا لسه ضباط حديث التخرج. سيادة المساعد طبعا عرضت عليه، وسيادته طبعا رحب جدا بالفكرة، ومتابع بقى مع الإعلام والعلاقات بقالي فترة. طبعا بنعمل بروفات، وطبعا قطاع الإعلام والعلاقات تعب معانا جدا في موضوع البروفات طبعا والتقديم، لحد ما المظهر العام اللي طلعت بيه القصيدة ده. انا طبعا فرحان عشانك قوي يا محمد، ربنا يخلي حضرتك. تسلم تسلم، وبحييك جدا، واداء رائع ولغة عربية سليمة، وحضور على المسرح وفي حضرة كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حماسك وفي حب الوطن وفي الدفء في علاقتك بالبطل وبالشهيد. طبعا يعني دي رسالة في حد ذاتها أحسن كتير جدا من برامج ومن أفلام ومن مسلسلات تتقال، لأن الرسالة كانت مركزة جدا، وانت لخصت المشهد في مسألة استشهاد اللواء محمد جبر وابنه اللي هو زميلك. طبعا ابنه زميلنا ودفعتي طبعا. هو يعني الحكاية دي كلها، واحنا عارضين صورته على فكرة طبعا علشان بس نفتكره في هذه طبعًا. الأيام، وبنحييه وبنحيي رب وربنا وبندعو له بالرحمه والمغفره. هو وجميع الشهداء طبعا. استشهد مش هو لوحده، ده هو طبعا كان معاه و12 اخرين، كان معاه طبعا اللي هو عامر قوة حسين مسلحه فعلا، ونقيب هشام شيتا، كان في ناس كتير قوي، مجموعه كبيره من ابطال فعلا الشرطه فعلا صراحه يعني فعلا. هو وفي كلمه طبعا مشهوره لسياده اللواء الله يرحمه، هو فعلا لما دخلوا عليه قالوا له يعني سيب الاسم وامشي، هو قال لهم كلمه واحده، ودي الكلمة اللي هو عمر زميلنا بيقولها دايما، بيقولها قال والدي قال كلمة قبل ما يموت، قال لن أترك مكاني إلا على نعاش الموت. يعني أكتر من كده بقى، يعني الراجل دفع حياته. طبعا مفيش أغلى من حياة البني آدم عند نفسه طبعا، ما عرفش حبا للوطن ودفاعا عن الواجب الوطني. وطبعا مش الشهيد محمد جبر طبعا، بس غيره كتير، غيره طبعا كتير. طبعا كل الشهداء طبعا ربنا بس يتقبلهم كده عنده برحمته، يا رب ويا رب نوصل للمكانة اللي هم وصلوا ليها يا رب. ربنا يا رب يوفقك، وانت على بداية الطريق، واحنا منتظرين منك يعني مشوار طويل ونجاحات كبيرة في مجال الشرطة. ربنا معاك، ربنا إن شاء الله. يا رب. والنهاردة بقى إحنا بنستضيفك في استوديو آخر النهار، وهنطلب منك إنك تسمعنا قصيدة برضو. حاضر، تمام. ما ممكن تشجيع برضو لسيادة الملازم علشان يتشجع كده يا جماعة، ويحس إن في جمهور في الاستوديو. اتفضل. هي قصيدة طبعا عن مصر، اسمها قلبي عليكي. تمام. دي غير اللي هي بتاعت البطل، غير بتاعت النهاردة. النهاردة طب ممتاز. تمام. يا مصر انا قلبي عليكي، ما اقدرش انكر اني بحب كل شيء فيكي، ده لو كان ماليش خاطر عنديكي يبقى انا مستغني عن كل شيء ليا فيكي بناديكي. يا مصر انا جنودك، انا امنك، انا جيوشك، وانا الساقية اللي لاجل عيونك، وانا الساقية اللي لاجل عيونك كتير لفت ولا عمرها في يوم جفت، وانا القطر اللي عدى ولا وقف ولا هدى، انا اللي رفعت بيدي دول رايتك، انا عزمك، انا ارادتك، وانا الدمعة اللي دفيانة بين جفوني حيرانة، قوليلي بس يمانة بانهي عين شايفانة، بعين الام يمانة ولا انت منا زعلانه؟ لا يا امي، لا يا امي ما تزعليش، ده انا برضو بسمه امل، انا اجتهاد، انا عمل، ما انا خلاص شبابي اكتمل، انا شعله عزم واراده وامل. يا ناس، يا ناس دي امي، يا ناس دي وطني، يا ناس دي بلدي، يا ناس دي امي، دي وطني، دي بلدي،
بلدي اللي رسمتها بيدي دي بقلمين، وحبها اللي معشش في قلبي ما بين اذين وبطين، ونجمها اللي عالي في الافقين، ونيلها اللي بيجري في دمي من المخ للرجلين. مهنا ومصر ما بيننا حب العاشقين، انا وهي قدر واحد ومش قدرين، ده طول ما في العباد حد ملوش قلبين، فانا وانت يا مصر قلبه وانقسم نصين، قلبه وانقسم نصين، قلبه وانقسم نصين. الله. صراحة يعني الواحد حتى يعني ساعات تبقى كلمات التشجيع مش كفاية، انك تقول برافو والله شيء رائع، يعني ربنا يوفقك يا محمد. ربنا يخلي حضرتك اسمه. ايه حكاية اللهجة الصعيدية؟ انت من البحيرة. انا من البحيرة. بس لا لا لا، بس ازاي دي دخلت على دي؟ انا مش عارف. دي بقى بالذات اللي مش عارفها. هو برضو يعني من ايام الكليه كان صحابي برضو من الصعيد، وكان كانوا بيقعدوا معايا يعلموني. انا بدات طبعا القي الشعر في الكليه وكده، فكان واحد يقول لي مثلا من الصعيد يقول لي الحته دي انت قلتها غلط، اسمها كده، طب لا دي صلحها، دي مش صعيدي، الناس كده تعرف انك مش صعيدي بتاع الكلمه دي، صلحها كده. فمن هنا برضو بدات اظبط اللهجه الصعيدي شويه. يعني انت بتظبط اللهجه الصعيدي؟ أنا متعمد يعني. متعمد على اساس ان الشعر بيطلع حلو. بس لا بس طبعا غير الانسان اللي اتربى في الصعيد، اهل الصعيد طبعا ناس طبعا نوجه لهم كل التحيه. انا شغال اصلا في الصعيد، في هنا. لا، فانا اتعلمت اللهجه الصعيدي طبعا. مهما اتعلمت انا مش هوصل للهجه او اللكنه الصعيديه اللي الناس اصلا في الصعيد بتتكلم بيها. لا بس العفويه بتاعتهم، طريقه الاسلوبهم. لا انا بحاول ان انا اوصل لنفس الاسلوب يعني بتاعهم او كده. فده كان صحابي بقى في الكليه، واحد مثلا من الصعيد يقول لي الكلمه دي غلط بتاع كده، فبدي اصلح انا بقى واحده واحده لحد ما جمعت وبدات اظبطها انا. بس انتوا ما بتتكلموش كده في البيت، في بيت الاسره؟ لا لا مش بنتكلم صعيدي. لا بتتكلموا يعني لان محافظه البحيره؟ لا طبعا احنا فلاحين طبعا، وانا يعني وجه بحري، احنا فلاحين وارياف. وطبعا بفتح حاجه طبعا افتخر بيها، اللي انا بنتمي لاحد قرى محافظه البحيره اللي هي قريه ديبي تبع المركز رشيد طبعا محافظه البحيره. بس احنا مش بنتكلم صعيدي بقى في البلد يعني، ما فيش صعيدي. لكن اللهجه الصعيديه دي انا خدتها مكتسبه. كان رد فعل اسرتك ايه بعد ما طلعت النهارده في الاحتفال اللي كان بيتابعوا الملايين؟ طبعا لا كان احساس طبعا بالفخر. هم كانوا موجودين ولا لا؟ لا هم تابعوا من ورا التلفزيون. في التلفزيون. في التلفزيون. وطبعا انت اول ما خرجت مشوار عليهم بقى، مش هيعرفوا يجوا. وطبعا انت اول ما خرجت مكالمات طبعا على طول. يعني قالوا لك ايه يعني؟ طبعا وانا بكلم والدي، والدتي لسه ما شفتهمش طبعا. فحسيت بالفخر اللي هم حاجه انا قدرت اعمل لهم حاجه، او ارد لهم جزء من اللي هم عملوه معايا، او جزء من الجميل، او جزء من حقهم عليا. طبعا كانوا حاسين بالفخر طبعا، وكلمتهم في التليفون كل شويه يكلموني. فرحانين بيك طبعا. طبعا 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 ده الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا يرجع لهم طبعا. هم كل حاجه طبعا في حياتي، والدي ووالدتي واخواتي طبعا. طبعا. فهم يعتبر كل حاجه في حياتي، وانا حاسس انا من جوايا حاسس بالفخر ان انا قدرت اسعدهم او ارد لهم جزء من جمالهم عليا. شرفتهم يعني. طبعا. وعايز اقول يعني كللت المسيره بتاعتهم، لان اي اب وام بيتعبوا في اولادهم. طبعا. فلما يشوفوهم كده ما شاء الله. اكيد. وانا تعبتهم جدا برضه. اكيد اكيد. هم احسن حاجه في الدنيا بصراحه. طبعا. لا طبعا. كل التحيه الحقيقه لاسره الضابط الشاب ضيفي النهارده محمد خليل، لان هم اكيد يستحقوا ده واكتر بكتير. وهم يعني عايز اقول يعني لازم يبقوا فخورين بيه، واحنا فخورين بيهم ان هم طلعوا النموذج ده بصراحه اللي قدامنا بصراحه. يعني هرجعك للحفله مرة تانية. في مقطع كده كان أثر فينا شوية، لأن أنت اتكلمت فيه عن سينا. طبعا. وطبعا أرض سينا دي مكان غالي جدا جدا علينا. بس أسألك قبل ما أروح كده، طبعا أنت كنت لوحدك منفرد على المسرح وقدامك القاعة كلها،
عينيك كانت مركزه، كان في حد شادد او خاطف نظرك من الاسر من الاطفال اولاد الشهداء؟ هي فعلا اسر الشهداء كانوا خاطفين، كانوا اسر الشهداء يعني انا كنت طبعا معاهم في الفندق وعايش معاهم وقاعد متواجد معاهم طبعا. يعني هم الناس دي كتر خيرهم يعني فعلا الناس دي كتر خيرهم، وولادهم يعني والله ومش كلام اقسم بالله وده لسان حال كل ضابط شرطه في مصر، نفسنا نوصل لنفس المكانه اللي هم اولادهم وصلوا لها. كان بروفة السيد الوزير طبعا قبل الحفله انا بكيت في البروفة. انت بكيت كمان على المسرح؟ انا عينيا بقى أنا لا في ساعه البروفة انا خلصت انا بكيت. شايف اسر الشهداء واهل أيوة الشهداء. هو فعلا شيء مؤثر، وهي فعلا حاجه مؤثره، واطفالهم كده انا حتى النهارده انا كنت ببص لهم، كانت عينيا تيجي في عينيهم، انا خايف ابص لهم، فمع ذلك برضه بوجه لهم وانا بقول لهم ادعي لي يا امي. ببص لامهات الشهداء وبكلمهم على انها كل واحده فيهم ان هي فعلا والدتي. وكانت بقول لها ادعي لي يا امي فعلا، تدعي احنا والله تدعي لي وتدعي لابنائهم اللي ماتوا. طبعا طبعا واحنا كلنا على فكره بندعي لهم، وكلنا يعني مش هننسى دورهم اللي عملوه معانا واللي عملوه مع البلد بالذات، لان هم ابطال طبعا. ابطال وحاجه مشرفه جدا جدا، واسمائهم كلهم ان شاء الله هتنزل في التاريخ، ودول طبعا يعني احياء يرزقون عند الخالق سبحانه وتعالى. طبعا في دقيقه واحده معلش تمام، علشان عايزين طبعا نتابع الحته بتاعت سينا. امنياتك ايه يعني للمستقبل ان شاء الله؟ هو انا عيد الشرطه كده يعني. هو امنيتي فعلا امنيتي، وهي كلمه انا واحنا بنحلف القسم ورا السيد كبير معلمي كليه الشرطه في حفلة التخرج، أنا دعيت إن ربنا حقق لي أمنيتي، قلت يا رب ارزقني الشهادة. لا إله إلا الله، ربنا يكرمك. أقول إيه، أنا قدام مشروع بطل، هو بطل من دلوقتي الحقيقة، ويقول إن هو بيوهب حياته لبلده. طبعا ما فيش أكتر من كده ولا تعليق على هذا الكلام، لأن الكلام خير تعبير عن المعاني اللي جوه هذا الشاب الجميل الحقيقة، اللي أسعدني جدا بوجوده النهاردة معايا في آخر النهار، سيادة الملازم محمد خليل ضابط الشرطة الموهوب الشاعر اللي ظهر النهاردة على الهواء مباشرة في عيد الشرطة. أنا بشكرك جدا على وجودك في آخر النهار، بتمنى لك ليك ولأسرتك كل التوفيق والنجاح، وهنبقى نطمن عليك طبعا. ربنا يخليك. وبشكر الجمهور الجميل اللي شرفني في الاستوديو النهارده، الف شكر يا جماعه، متشكرين جدا. وما انساش ان انا اوجه التحيه طبعا للشرطه المصريه في عيدها. احنا اي حاجه بتعملوها علشان كشعب مصر بنقدرها جدا، وبنقدر اي بني ادم مخلص لوطنه في مكانه. واحنا وانتو واي مصري ومؤسسات الدولة كلنا في مركب واحدة، وكلنا بنشتغل مع بعض لسواد عيون هذا البلد، عشان وطننا غالي قوي علينا. ربنا مع مصر ان شاء الله. الى اللقاء. وجي اليوم اللي بقاله سنين بيستناه، وفي عيون امه يشوف الفرحة اللي كانت وحشاه، ابنها بيتخرج والفرحة مش سايعاه، وتمنت ساعتها ان ابوه يكون وياه. ادعي لي يا امي، ادعي لي يا امي، واوقف مرة من دعاكي تنسينا، لان انا من بكرة رايح على سينا.